كان لي حلم وأحباب ودار، صار لي خوف وجون وحصار. كان لي حلم وأحباب ودار، صار لي خوف وجون وحصار. وأنا أرحل من نار لنار، وأنا أرحل من نار لنار. يا خلتي طالت وأضلال الصراع، تاه في المجهول أطفال الجياع. رحلتي طالت وأضلال الصراع، مجهول أطفال الجياع. ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، إنها ميليشيا الحوثي السلالية الإنقلابية، الميليشيا التي حاصرت العاصمة صنعاء ثم استولت على مؤسسة الدولة ومقدراتها، ومن صنعاء زحفت بقوتها نحو جميع المحافظات والمديريات والعزل والقرى. وحيثما تحل هذه الميليشيا يحل القتل والدمار والخراب والتهجير. من صنعاء اتجهت هذه الميليشيا بترسانة عسكرية ضخمة وبقوات مدربة نحو أغلب محافظات الجمهورية اليمنية، واحتلتها. احتلت عدن ومأرب والضالع والحج وشبوة وأبين وتعز والحديدة. حيثما تواجد الحوثيون تواجد الدمار، وحيثما مروا تشتم رائحة الموت ورائحة البارود. عملت الميليشيا على التهجير والتفجير وكذلك التشريد. أطلق الحوثيون على أنفسهم أنصار الله، ولا نصروا الله ولا نصروا، قالوا بأنهم أنصار الله، واقتحموا بيوت الله ودنسوها وفجروها. قالوا إنهم أنصار الله وهدموا بيوت عباد الله وقتلوهم. جاب الصادمة عطلة غذاء بنقول قد كبار الله أكبر. عجاب خارج من بيت وانا صادمة من بلقى سجادة يفجر والبيت ويقتلونا. الموت في أمريكا، لا الله يدري وجو فجر البيت. الموت في إسرائيل، تفرجوا تفرجوا ما دخلوا ديارنا وهزوهم جحالنا وعبروا بالنساء نتوفى خلصوهن المصان فوق روسان يهربان يخرجن وانتوا المصان. من أينهم هؤلاء؟ من أنجاو الله نتعليهم هؤلاء كدرة هؤلاء خد مخربي، خربوا الجوامع، خربوا المساجد، خربوا دور القرآن تسع والختام. ما هم هؤلاء؟ ما هم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس والإسلام، الله يحرق قلوبهم، الله يجعلهم طايح بالجماعة. قتل الحوثيون البشر والحجر الشجر، نشروا الدمار والدمار والدمار. بعض الناس تقطعت بهم سبل الحياة، والبعض الآخر تقطعت بهم الحياة نفسها. فوجد الناس في النزوح ملاذا. أعلنت الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية، القرى والمديريات والمحافظات التي اجتاحتها ميليشيا الحوثي مناطق منكوبة. محافظة الحديدة إحدى تلك المناطق المنكوبة، ولكنها كانت وما زالت الأكثر تضررا. تقع محافظة الحديدة في الجزء الغربي من ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة المؤقتة عدن بحوالي 455 كيلومترا، ويقع فيها ثاني أكبر ميناء رئيسي في الجمهورية.
هذه العروس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2,600,000 نسمة، ويتوزعون في 26 مديرية على مساحة تقدر بحوالي 7,660 ميل مربع، هي المساحة الإجمالية للمحافظة، وتشمل وديانها وسهولها وسواحلها وكذلك جزرها. حول الحوثيون عروس البحر الأحمر ودرتها إلى ثكنة عسكرية، حفر الحوثيون الخنادق وقطع الطرقات وأغلق الشوارع والأزقة، واعتلق الناصيها أسطح المباني ومؤسسات الدولة، وتحولت المدينة لمدينة أشباح، وانتشر الدمار والرعب في كل شبر فيها. اختار الحوثيون لون الدم لإعادة رسم مكياج العروسة، وخلعوا عنها حلتها وألبسوها الثوب الحزين، وتقطعت سبل الحياة وأسباب الرزق ببعض الناس، وتقطعت الحياة نفسها للبعض الآخر. خرجت الأسر هاربة من قذائف الحوثيون ونيرانهم، خرج الناس بعيون تملأها الدموع وقلوب تقتلها الحسرة، بعد أن تجرعوا على يد ميليشيا الحوثي آلام وعذابات الحرب من قتل وتفخيخ وتفجير وتشريد. فمنهم من دمر منزله جزئيا، ومنهم من دمر كليا وتحول إلى ركام، ومنهم من لغم بيته أو شارع أو فقد ابنا له أو أحد أقاربه. خرج أهل الحديدة بنسائهم وأطفالهم باحثين فقط عن أماكن آمنة، ولكنهم مرغمين حملوا معهم آلام غزو الميليشيا لمدنهم وقراهم، ورغم أنوفهم حملوا قصصا وذكريات عن الآلام والقهر، قصص مختلفة قاسمها المشترك الألم والقهر وفراق الأحبة. ما أشد وجع الدموع في عيون المسنات والأمهات الثكالة. يا ولد أنا عادي خلي من بينك واتي أكاد فكاد وأشكى على ستة أنفار أربع بنات واثنين أولاد كلهم أطفال، لا أدري لي أنا سجي ولا أي إنسان يحضر علي يوم إنسان يضايقني ويقليك أنا ما أشتريت أرعى غصي الفوافير أكنس الشوارع ولا أترك لين التجي وتساعدني أنا وأولادي أنا أعيش بأمان. أكيد إحنا مشتاقين لهم، وهذا صار مفارق إنهم لحنا سنة وكذا إحنا قاعد سنين قصص لا تكاد تفارق أصحابها ليل نهار، نزوح الناس إلى المصير المجهول، تاركين وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم وشق العمر، واتجه النازحون إلى مناطق عدة في عدن ولحج وأبين ومناطق أخرى. نزح البعض إلى أماكن معلومة عند قريب أو صديق أو حتى حبيب، ونزح آخرون إلى مدارس وأماكن أعدها الأهالي وفاعلي خير والسلطات المحلية في تلك المناطق. وتكاتفت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ممثلة بالسلطة التنفيذية
لمحافظة الحديدة والسلطات المحلية التي تقع فيها المخيمات والمنظمات الدولية وفاعلي الخير. وبالرغم من المتابعة المستمرة والنزول الميداني للدكتور الحسن علي طاهر محافظ المحافظة وفريق عمله لمخيمات النازحين وتواصله مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية الداعمة لتذليل الكثير من المشاكل وتوفير ما أمكن توفيره، رغم كل هذه الجهود تظل مشكلة النازحين مشكلة تؤرق الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة. رغم كل هذه الجهود تظل للنازحين في تلك المخيمات مشاكل حقيقية تفوق التصورات وأكبر من كل الجهود. وهنا في مخيماتهم يعيشون قصص شكوى الاحتياج والعيش الجماعي، قصص لن تنسى ولن تمحى من ذاكرتهم، وسيظلون يحكونها ويتوارثونها جيلا بعد جيل لسنوات عدة أو ربما عقود. وإن كان ما رأيناه أو سمعناه في هذا البرنامج أو حكى عنه النازحون إلا أن الصور التي التقطتها كاميرا برنامج نازحون ستكون أكثر تعبيرا وبلاغة وأكثر صدقا. ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في شهر الرحمة والخير والغفران والعتق من النار. أعزائي المشاهدين، في هذه القصة سنتعرف عن قصة منزل بني حجرا حجرا ليأوي أسرة كانت تعيش فيه في سعادة وبساطة في العيش على مدى 16 عام كاملة. أسرة خالد ناجي البدوي وزوجته وابنتيه الذي اضطر الى نزوح بفعل تلك واجرام تلك الميليشيات الحوثيه المتمرده وضغطها المستمر وقيامها بالقتل والتشريد والتخريب في محافظه الحديده، اضطر الى النزوح ومن ثم قصف منزله وتم تدميره فاصبح بقايا حطام. اعزائي المشاهدين، في خلال هذه القصه سنتعرف على حجم هذه المعاناه لهذه الاسره، حيث نزح خالد مع ابنه واحده فقط وبقيت ابنته الاخرى عائشه مع جدها في الذي أبى أن يترك منزله ومتاعه في الحديدة، وكذلك مع زوجة تعاني من مرض خطير وإصابتها بالسرطان. أعزائي المشاهدين، قصة مأساوية، هي تحكي إحدى قصص المأساة لنازحي هذه المحافظة الذين ينزحون باستمرار وكل يوم من جراء الإجرام الذي ترتكبه تلك الميليشيات الحوثية المتمردة. سنتعرف أيضا إلى المكان الذي استقر فيه خالد كما تلاحظون من خلفي، هذه الخيمة التي لا تتوفر فيها الكثير من الخدمات التي لا تقيهم برودة الجو ولا حرارة الشمس ولا حتى سقوط قطرات المطر. أعزائي المشاهدين، نبقى وإياكم نتعرف على هذه القصة المأساوية، كونوا معي في هذه الدقائق ومع خالد ناجي البدوي.
أعزائي المشاهدين الكرام، نحن الآن في هذه الخيمة المتواضعة للأخ خالد ناقي البدوي من أبناء حي السلخانة حي السلام، مديرية الحالم لأحد أبناء محافظة الحديدة الذين تعرضوا لنيران ومدافع الميليشيات الحوثية المتمردة التي أدت إلى نزوحه حتى يكون مكانه في هذه الخيمة. أهلا خالد. بداية خالد، يعني كيف وضعك المعيشي؟ حدثنا عن وضعك الآن هنا في هذا المخيم قبل أن تبدأ حديثك عن قصتك. والله الوضع المعيشي اللي أنا كما تشوفوا الخيمة مفتوحة والفروش يعني حالات ترثى لها. بالنسبة لنا المعيشة الذي نحن نعيشها في الوضع هذا خيمة لا ما يوجد فيها أي خدمات. يعني إذا معك أطفال أو نساء تشتي يقضوا حاجة مثلا فرضنا، تروح تمشي حوالي أكثر من نص كيلو توصل منطقة الحمامات، يعني مثلا مثل الساعة 2 في الليل تروح. الوضع صعب يعني صعب المعيشة كما تشوفوا الأكل والشرب. شوف نحن كيف عايشين في طرابيل الآن في الحالة الذي أنت وصلت فيها أخي العزيز. الآن كان في مطر، كنا الآن ما زالت البلبلة هذه، ما حتى في الليل ما أقدر أنام عليها. ضروري دحين أدعي من الله أن الله الشمس عشان هذه المعيشة صعوبة. يعني بالنسبة لهذه الخيمة لا تقيكم يعني لا برودة الجو ولا حرارة الشمس ولا الريح. سقوط المطر يعني ولا الريح حتى أي ريح نجلس كلنا ماسكين الله العندان عشان لا تطير خيمة. كم عدد أفراد أسرتك؟ عدد أفراد أسرتي 4، الموجودين متواجدين الآن 3 نحن، أنا وبنتي وزوجتي. بس زوجتي لن تحضر معي بسبب أنها مريضة، يوجد لديها ورم خبيث، والآن هي ترقد في المستشفى. زوجتك كانت معك عندما نزحت؟ نزحت وهي موجودة ما لهاش إلا شهر من يوم ما زاد عليها المرض وراحت. طيب وبالنسبة لهذه ابنتك؟ هذه ابنتي أشجان. طيب. خالد، وقلت أن لديك ابنة أخرى. لدي ابنة أخرى تعيش في محافظة الحديدة، ما رضت تنزح مع جدها، لأن جدها إنسان كبير في السن، وفي نفس الوقت يقول لك ولمن نترك أموالنا وحقنا وذا، ما لا نعيش ولا نموت جنبه. رفض أن ينتقل معكم وينزح يعني حتى لا يترك متاعه وبيته. أيوة. سامانه وذا، يقول لك ما حد بيعوضك، لأنه يقول لك مجرد لما بقت الحديدة خالية حتى الأخشاب ما بقت. وبنتك يعني جلست معه؟ جلست مع جدها لأنها تحب جدها أكثر مني. طيب هنا الوضع عندكم هنا يعني كيف مثلا تطهون الاكل الطعام حقكم هنا في داخل المخيم؟ يعني ما فيش مكان مخصص، وإذا موجود عندك قدامك صحون تشوط المكان. حتى بعض الاحيان لما احنا نصل على الاكل ضروري انك تجلس فوق الشوله حتى انك لا تحرق الخيمه. في اماكن للماء تزود بالماء الشرب، الماء اللي يستخدم الاغتسال وغيره؟ ما فيش مكان، كله داخل خيمة، الأكل داخل خيمة والشرب داخل خيمة وكله داخل خيمة. الوضع صعب جدا. طيب بالنسبة للحمامات يعني أنت قلت إنه في مسافة كبيرة تقطعوها من الخيمة إلى مسافة طويلة. أيوة الحمامات، بس أنا مثلا لما أنا مثلا يقوم ابنتي أو زوجتي الساعة مثلا 1 في الليل أو الساعة 2 في الليل تقول لي أشياء أروح الحمام، صعب إني أخليها تروح لحالها الحمام. صحيح. مثل هذيك الساعة. صحيح. الدنيا هامتة، الدنيا ما تدري إيش يحصل. صحيح. طيب خالد، أنت سبب نزوحك يعني كان هو تدمير منزلك، حدثنا عن هذا المنزل. والله سبب نزوحي خوفا على عرضي وعرضي وعلى كرامتي. منزلك يعني مما كان يتكون يعني؟ أنا منزلي يتكون من غرفتين ومطبخ، يعني المطبخ كان عاد وما قد يعني اكتملش، وصالة. كان منزلك يستر هذه الأسرة يعني؟ يستر هذه الأسرة. أيوة. وأنا عايش يعني بنتيك وزوجتك؟ عايش. أيوة. موظف أنا الجيش. نعم. عجيب ومتعاقد مع النيابة
التكاليف الحضورية نيابة شمال حديدة وشغال والحال مستور أكل وأشرب الحمد لله. بس إنما الوضع اختلف، حاولت إن أنا ذا طلبوني لصنعاء، رحت لصنعاء، هذه أول حادثة لي. وصلت لصنعاء شلونا لحديقة الثورة في صنعاء، وقفونا في حديقة الثورة صنعاء في واحد معهم اسمه اللي هم يقولوا العلاقة العامة حقهم فالعمليات اسمه حسين الحمزي. يعني أنا بادرت بقذف يعني للحوثة وذا، لأنه كان قضية نهب وسلب الأرض. قالوا شلوه شلونا واحتجزونا هنا، أخذوا بطايقي وأخذوا أوراقي، وجلست هناك حوالي 14 يوم. وبعدين رجعوا قالوا لي عفوا واحنا متأسفين واحنا مدري ايش، يعني انا كطمني طمنونا يعني. اخذونا الفندق اسمه فندق فراستي في شارع حدة. قالوا انت انسان جيد وانت انسان مدري ايش وانت انت ما رايك نشتيك تشتغل معانا ونشتيك ونشتيك ونشتيك. قلت لهم انا قطعت الشيلة خلاص انتهيت، يعني ما عاد انا خدمت وكملت خدمتي. قالوا حاول تفكر. افكر. خرجنا انهم لمنطقة اسمها واسطة في بلاد الروم. وركبت من المعبر وروحت. ما خلوا لي حالي، ما خلوا لي حالي. كان في واحد معهم اسمه ابو برهان في نفس القسم هذا حق منطقة السلاح، هي السلاح هناك منطقة قسم شرطة، كان ماسك هناك متعنت حبس في حبس في حبس، يعني شهر بعد شهرين ثلاثة شهور حبس، بعد أربع شهور حبس. ايش في يا أخي؟ ضغط أنت ويعني اضطريت لأنك ضغط نفسي بعد ما يقول لكش حاجة، يعني ما يجيش يقول لك أنت فيك حاجة حاجة ولا أنا حبستك على شيء. يعني بعد ذلك بعد هذا الضغط النفسي يعني وكثرة الاستفزازاتهم وسجنك المستمر اضطريت أنك تنزح بأسرتك. يا أخي يا أخي حتى الدين أنا كنت بغير ديني، حتى الدين كنت ما بصبحش مسلم، يعني كلمتين ثلاث علي قال علي 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 مولد النبي اللي يعملوه بس كده، يعني عشان يهدئوا لما يشوفوا الناس بدأت تظهر تعمل عملية تهدئة كل علي علي. حتى في الجوامع لما يخطبوا والمساجد أحس أنا بنفسي أحس لأنهم يشتموا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يشتم ذكر محمد. طيب عندما علمت بخبر ان منزلك قصف، كيف كان الخبر لديك؟ حكايه قصف منزلي انا لما شفت الضغوط النفسيه وزادت الضغوط النفسيه حاولت زوجتي وبنتي انزحهم، نزحتهم لمنطقه قريبه اسمها الحسينيه. بعدين وانا رايح للنيابه حصلت واحد صديق، يعني صديق زميل، كيفك؟ كنت رح ادلك، قال لي يا اخي في واحد محبوس في النيابه يشتغل ضمانه وما ضمانه الشيخ خرجه على طول. رحنا معول النيابة وضمنا وأمنا وخرجناه. بعدين أجي قال لي يا أخي لو سمحت ممكن أعيش معك في منزلك، يعني عيالك نازحوا ما شبك، وأنا البيت اللي أنا مستأجره سلمته وعيالي نازحين في صنعاء. قلت له ما دام البيت فاضي اجلس معي. جلس معي الرجال كان يصرف علي ويأكلنا ويشربنا جلسنا. لما بعد حوالي اسبوع او اسبوعين قال لي اخي ايش السد؟ انا فيه وفيك ايش ومالك؟ قال لي انا جابونا هنا لاجلك. ايش جابوك لاجل يا اخي؟ ايش فيك؟ انت ممنوع تخرج من هذا الطريق. شفت الامور اذا وهي وصلت للدرجه دي فما الا اروح راح اجلس. خرجت. خرجت. بس خرجت بطريقة ثانية، تغدينا وقلت له خلاص سمعنا، قال له انت راعي لي في البيت هنا اجلس، قال لي قلت له انا بروح مشوار عند ناس وبرجع، قال لي تمام. خرجت تركت منزلك بما فيه؟ تركت منزلي بس سكنت على اهلي لانهم بيجاوروا له رجال، قلت لاهلي وبقول البيت. والله يا اخي انت على ربي انت والبيت. عمد لما قدنا في بيت الفقيه تصلي تلفونه وينك؟ قلت اشتي ادخل اليأس في نفسه. قلت له ايه انا قد حنيت على سيارة قدنا في قعطبة. قال لي مش معقول. قلت والله في قعطبة. خرج
خرجوا من البيت وانا رحت وصلت عدنان الحسينيه جلست البيت سلمت الاهل بيتي وانا جلست وقال ما تقعد التليفون يرن افتح التليفون الو قالوا عظم الله اجرك ليش قالوا ضربوا البيت قلت ما داب راسي ايش وانت اين كنت في تلك اللحظه يعني وصلت انا وصلت الحسينيه خرجت من مسافه من الحديده للحسينيه منطقه الحسينيه في تابع الحديده تابع الحديده محافظه بس مسافه بقى عندما وصلت الحديدة. لهذه المنطقه وصل خبر ان منزلك قصف قصف وين قصف قالوا ضربوا الركن بما المكان اللي تخزين اللي كنت انت معتاد تجلس فيه معتاد في نفس الركن قلت وكأن الذي ضرب ضرب من باب الصالة يعرف المكان لأنه كأنه ضرب من باب الصالة جاء الكلام كلام ما سمعناه عن أب وجد يا رجال الفاتحة الفاتحة اللي احنا نقراها في كل صلاة ولا الضالين آمين معتادنا يقولوها آباءنا وأجدادنا والصحابة يقول لك لا يقول لك آمين آمون منو آمون ده قال إله مصر اللي كانوا يتعبدوا طيب إله مصر أنا ما أعرفه إلا ما شفناه في المسلسلات أنا وأنا ما إحنا ما نعرف إله مصر طيب منزلك هذا اللي أنت تسكن فيه يعني كان يستر هذه الأسرة وكانت أسرة يعني تعيش وتترعرع في هذا المنزل فترة يعني كم جلستم في هذا المنزل منذ أن تم بناؤه 16 سنة 16 عام وأنتم جالسين في هذا المنزل والآن وهذه طفلة نعم وهي طفلة ابنتك أشجان أشجان طفلة والآن أنت تعيش في هذه الخيمة التي لا توجد فيها الخدمات بس المعاناة طيب السلطة المحلية هنا في هذه الخيمة تحاول تقدم لكم الدعم يعني محافظة الحديدة السلطة المحلية يعني عبر محافظة الدكتور الحسن علي طاهر وعبر ما تقوم به المنظمات يعني بس يبدو أنها يعني خدمات بسيطة يعني لا تكفي يعني لأن حجم المعاناة كبيرة بالنسبة لك ولغيرك يعني بالنسبة أنا أشتري أقول لك حاجة واحدة شوف حجم المعاناة مش علي بس أنا حجم المعاناة علي وعلى جميع الناس أنت تصور أن المحافظة كامل تنتقي إلى محافظة كيف يكون الوضع في المحافظة نعم الأعداد يزداد كل يوم نازحين كل يوم يعني. محافظة كامل تنتقل في محافظة لأن أصبح أكثر الناس النازحين اتجهوا إلى عدن بسبب القتل والتشريد والخطف والتدمير والخراب اللي سببته الميليشيات يا رجال وصلت إلى إجبار الأطفال وصلت إلى إجبار الأطفال بعشرة ألف ريال شوف أنا أقول لك أنا أقول لك من المكان هذا اللي أنا عايش فيه ومن يعني الشيء الذي أنا عشته في داخل محافظة الحديدة في ناس تشتغل معاهم غير راغبين في الشغل في ناس موجودين الآن تشتغل معهم بس غير راغبين للشغل إجباري مثل عقال الحارة عقل الحارة مجبور أنه يعمل معهم أنه يعمل معهم نعم نريد الحديث يعني عن يعني أنت أملك في أن تعود أن تتوقف هذه الحرب وتعود إلى يعني بس أنت ستعود إلى منزل بقايا حطام يعني. كيف ستعمل يعني كيف إذا انتهت هذه الحرب في شيء هناك كلنا نؤمن به الله سبحانه وتعالى كل شيء نؤمن به الله سبحانه وتعالى والله أراد ذلك وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله يعوضنا عن كل شيء بإذن الله تعالى خالد هذه ابنتك الصغرى بينما ابنتك الكبرى يعني لا زالت تعيش مع جدها في الحديدة الذي رفض أن يترك منزله ومتاعه الذي تعلق به منذ زمن قديم أشجان كيف أنت؟ الله كيف حالك؟ الحمد لله طيب كيف الوضع يعني معك أنت أمك الآن يعني لا زالت مريضة؟ أيوة مريضة وأنت متعلقة بأختك يعني؟ أيوة احكي لنا يعني كيف أنت مشتاقة لهم ولا كيف؟ أيوة مشتاقة لهم لا صف كم درستي؟ لصف سادس بعدين؟ وبطلت طيب كيف لما جت الحرب يعني؟ كيف كان الوضع؟ كيف كنت تحس بخوف يعني؟ أيوة وأمورك هنا كيف بالمخيم يعني؟ كيف من حيث الغسيل ومن حيث الطبخ ومن حيث؟ يعني مش تمام يعني كيف يعني؟ احكي لنا نستنفي في الخيمة كل شيء في الخيمة نوطي ونصبين أيوة لين أغسل السامة ومن أبي وكل شيء في الخيمة والخيمة دي صغيرة معاكم هنا يعني خزان للماء تعبوا منه ولا شيء؟ أيوة برا ولما يكمل الخزان كيف تسوي؟ نبقى بلا ماء نبقى بلا شيء الدنيا تبقى رمية تبقى والوضع صعب يعني أنت تشي ترجعي للحديدة؟ أيوة
وتتمني انه يكون منزلك يعني مبني من جديد حتى تعودي لذاك المنزل اللي كنت عايشه فيه؟ ايوه. كيف كنت عايشه في المنزل؟ كنت سعيده في منزلك؟ ايوه. كيف؟ احكي لنا عن وضعك. كان بالمنزل حلو قبل ما يقصف يعني؟ بيت جدها قريب. بيت جدها قريب، الاسره كانت قريبه. أيوة. كلها يعني كان سمى الاسره كامله. معاناتكم صعبه وكبيره، من فقد منزله فقد يعني اشياء كثيره يعني. وعدنا خايفين نفقد حاجه جنب المنزل. اتمنى ان لا تفقدوا شيئا يعني، وان تعودوا باذن الله تعالى ان تنتهي هذه الحرب الأساس. وان تعودوا الى هذه المحافظه الجميله والرائعه، محافظه الحديده، وباذن الله ان تتكاتف ايادي الخير في بناء منزلكم من جديد، حتى تعود هذه الاسره وتجتمع فيه من جديد كما كانت سعيده، تعود سعيده باذن الله تعالى. ان شاء الله. الوضع صعب، لكن كما هو الواضح احنا الان في خيمه تحكي هذه المعاناه لقصتك، قصه خالد ناجي البدوي الذي فقد منزله. ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع. احنا في محافظة لحج بجهود الاخ محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبد الله تركي، هناك جهود حديثة تبذلها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في دعم معاناة النازحين في محافظة لحج ومحافظة الحديدة والمحافظات الجمهورية الذي وصلوا إلينا أثناء نتيجة الحرب الدائرة في المناطق الشمالية. طبعا الجهود مبذولة في إنشاء مخيمات النازحين في محافظة لحج، والذي يبلغ عدد المخيمات الحالية هي 6 مخيمات للنازحين في محافظة لحج، 4 مخيمات اللي هي تتبع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، و2 تحت إطار التأسيس. طبعا نحن بجهود الأخ المحافظ ومحافظ لحج ومحافظ الحديدة قمنا بإنشاء المخيمات في منطقة اللحج في محافظة لحج في مديرية تبن، مخيم البيدرة ومخيم المشكافة ومخيم صبر ومخيم الرباط. هذه المخيمات تعنى بجهود مباشرة من الوحدة التنفيذية مثله بالاخ نجيب السعدي رئيس الوحده التنفيذيه ومحافظ المحافظه وقياده السلطه المحليه في الحديده. طبعا عدد النازحين في محافظه لحج يبلغ حوالي 10500 نازح موزعين على 5 مديريات في لحج، تبن الحوطه، طور الباحه، القبيضه، المسيمير، اضافه الى مديريه المضارب اللي يشكل جزء قليل منها. طبعا نحن في محافظه لحج بدأنا نستوعب النازحين بشكل كبير، وخاصة بعد في شهر 6 من عام 2018. المجتمع المضيف في محافظة لحج كان له دور كبير في استقبال النازحين وإعطائهم مساعدات أولية قبل أن تصل إليهم الدولة، لكن بعد ذلك نحن تم التنسيق مع المنظمات على مستوى تنسيق واسع في التدخل المباشر للنازحين عبر إدارة المخيمات وكذلك المجتمع النازح الذي يتواجد في السكان المحليين. لكن لا زالت المشكلة قائمة والنقص حاد، لأن النازح الذي خرج من بيته حتى وإن تم توفير له بعض المقومات الأساسية لكنه يشعر هناك بنقص من الاهتمام والرعاية. المنظمات الدولية في محافظة لحج والسلطات المحلية بالتنسيق مع السلطات المحلية والوحدة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وفاعلين الخير لهم دور كبير في تخفيف المعاناة. طبعا احنا تشتغل معنا منظمات كثيره في هذا الجانب، وبالذات المفوضيه الان انشات 3 مخيمات
بالدعم المفوضية لبناء مساكن للنازحين مؤقتة على مستوى يعني راقي أفضل ما كانت عليه. كانت سابقا في المخيمات هي عبارة عن مجموعة خيام غير مرتبة غير منظمة ناقص الخدمات. الآن المفوضية تدخلت في هذا الجانب وبدأت بإنشاء مخيم الرباط والذي كمرحلة أولى 290 نازح. المرحلة الثانية سيتم استكمال مباني لهم الخيام هذه الجاهزة بحوالي 145 نازح. مخيم المشكافة الآن تم استكمال العمل فيه من قبل المجلس النرويجي والذي يبلغ عدد سكانه حوالي 370 نازح، يعني توجد حمامات رسمية وصرف صحي، وسيتم استكمال موضوع المياه. مخيم صبر تم استلامه من قبل المفوضية الشهر الماضي والآن استكمل فيه بالعمل ومع توفير المياه والحمامات ومعدات الطبخ وغيرها. يبقى معنا في المخيمات هو مخيم البيطرة الذي في عليه مشكلة في جانب الصرف الصحي لأنه واقع على حوض مائي تبع المسألة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج، وقد تم التنسيق مع الأخ المحافظ المحافظة بتحديد موقع آخر بعيدا عن حقل المائي والذي سيتم البدء بإنشائه في شهر 4 من هذا العام. في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر الإخاء، الشهر الذي لا بد أن يقف الأخ مع أخيه، لا بد أن يقف المسلم بجانب أخيه المسلم في العسر واليسر. هذا الشهر أيها الإخوة يتوجب علينا جميعا أن نقف مع بعض، خصوصا في هذه الظروف العصيبة وهذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد. نحن أيها الإخوة نتحدث اليوم عن معاناة إخواننا النازحين، المعاناة التي لا حدود لها، المعاناة التي تزداد يوما بعد يوم، المعاناة الكبيرة التي يعيشها كل نازح في مناطق النزوح. المعاناة أيها الإخوة تكبر، المعاناة أيها الإخوة تزداد، المعاناة أيها الإخوة تؤلم، ولذلك لابد من الجميع أن يقف إلى جانب هؤلاء النازحين. لابد من المنظمات الإنسانية، لابد من الجمعيات، لابد من المجتمع الدولي، لابد أن ينظروا ويهتموا بملف الإخوة النازحين. لابد أيها الإخوة هذه معاناة لن تقف عند حد ولن تقف عند مكان محدد إذا لم أيها الإخوة نقف عندها، إذا لابد أن نتكاتف معها، لابد أيها الإخوة أن نكون يدا واحدة ونحد منها هذه الحرب أيها الإخوة وهذه الأوضاع الإنسانية التي قضت على الإنسان اليمني بسبب الأوضاع التي وصلت إليها من غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي قضت على الجميع. ولذلك حينما نتحدث عن أوضاع النازحين نحن نتحدث عن مآسي، نتحدث عن آلام. نحن شاهدنا مشاهد أليمة جدا، شاهدنا مآسي تؤلم كثيرا، شاهدنا كثير من المآسي التي يعيشها النازحين في مختلف مناطق النزوح. هنالك من يعيشون في المدارس، وهنالك من يعيشون في الشوارع، هنالك من يعيشون على سواحل البحر، هنالك من يلتحفون أيها الإخوة التراب ويستندون إلى الحجر. أوضاع مأساوية مرت بكثير من الإخوة النازحين، وما زالت المعاناة مستمرة، وما زالت الظروف تزداد عليهم يوما بعد يوم. ولذلك وجب علينا أيها الإخوة ونحن في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الكريم، وجب علينا أيها الإخوة جميعا من جمعيات ومنظمات، لابد أن نقف مع إخواننا هؤلاء النازحين، لابد أن نتفقد هؤلاء الأسر، لابد أن نتفقد المخيمات، لابد أن نتفقد كل نازح يعيش في مناطق نزوح، سواء كان في عدن أو أبين أو مارب أو تعز، فهم خرجوا إلى بلد غير بلدهم وإلى ظروف تختلف تماما عن ظروف بلدهم وعن ظروف أوضاعهم التي كانوا يعيشون فيها بصورة طبيعية. فالمعاناة هي الإخوة تزداد عليهم والمآسي تتكالب عليهم، وهنالك من ترك وراءه أسرة وأصبح لا يستطيع أن يوفر لهم أبسط الضروريات لأسرته، لا يستطيع أن يوفر لهم الشيء البسيط. هنالك الكثير من النازحين يعاني، يتمنى أن ينال الشيء البسيط في يده. كثير أيها الإخوة من الموظفين النازحين خصوصا بعد انقطاع المرتبات أصبح يتمنى أن يمتلك في جيبه 5000. نحن رأينا لما صرفنا مرتبات الموظفين النازحين كثير منهم بكى لأنه لأول مرة في حياته يستلم في يده 50,000 أو 100,000 منذ سنتين أو 3 سنوات. هذه أيها الإخوة
مشاعر لابد أن تحرك فينا الإنسانية، لابد أيها الإخوة أن تحرك فينا معنى الأخوة اتجاه هؤلاء النازحين. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يوفقنا، نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يعيننا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يدا واحدة نقف فيها مع هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين شردوا من ديارهم وأسرهم وأولادهم وبيوتهم. ونوجه في هذا البرنامج الشكر الكبير لمركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وجمعيات الكويت وجميع المنظمات الإنسانية العاملة المتواجدة إلى جانب النازحين التي قدمت لهم الكثير والكثير في هذا الجانب، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وندعو إلى الاستمرار وإلى البذل وإلى العطاء منهم ومن جميع المنظمات العاملة في ميدان الإغاثة. ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع، ليس لي في الحرب يا دنيا ذراع. أعزائي المشاهدين الكرام، في هذه الحلقة للمأساوية التي حكينا فيها والتي قص لنا فيها الأخ خالد ناجي محسن البدوي قصته والتي كانت في تدمير منزل، هناك وقفة إنسانية في تقديم معونة غذائية، سلة هي بسيطة يقدمها سيادة محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر وبوجود وكيل محافظة الحديدة الوكيل الأول الأستاذ وليد القديمي، وهذه السلة المقدمة من جمعية أبو موسى الأشعري الجمعية الاجتماعية الخيرية طبعا، ويحضر معنا فيها الأستاذ إسماعيل طبعا المدير التنفيذي للجمعية، وهنا معنا هذه طبعا الأخ خالد. كيفك يا خالد؟ الحمد لله، إن شاء الله بتتجاوز كل الأمور يعني وتنتهي هذه الحرب. فمتى يكشف مأساتي شعاعه؟